بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف تعبتوا باخر اليوم بقى يعني، بس يعني ايه بقى هتكلمكم على حته تانية، الاوتيزم. وبمناسبه الدكتور دكتور محمد بقى اتكلم عنها بالتفصيل، احنا نخش بقى على ايه، على الاوتيزم والدي ديفلوبمنت عشان خاطر علاقته بالموضوع اللي جاي. ديفينيشن اسينشال فيتشر اوف اوتيزم، زي ما حضرتكم عارفين، بريزيستنت امبيرمنت ان ريسيبروكال، يعني فقدان التبادليه في التواصل والتفاعل، ديستكتيف النمطيه في السلوك، ريبتيتيف بيهيفير، اوتيزم سبيكترم ديس اوردر، كومبات ديس اوردر. بريفيسلي كان زمان بيسموها انفانتايل ايرلي انفانتايل اوتيزم، تشايلد هود اوتيزم، كانر اوتيزم، ان هاي فانكشنال اوتيزم. ده التقسيمه الاتيبيكال اوتيزم، دي التقسيمه القديمه اللي كانت موجوده في الاول، بس دلوقتي كلهم حطوهم في سبيكترم واحد او في سله واحده. وكان معاهم الاسبرجر سندروم وتشايلد هود نيجليكتيف ديس اوردر. اهم كاركترستيك في الاوتيزم عشان نعرفها، سوشيال امبيرمنت في النون فيربال سوشيال كوميونيكيشن ار مانيفيستد از مانيفيستد، يعني التكراريه ده النمطيه والتكراريه في السلوك. هايبر اور هايبر او هايبر رياكتيفيتي تو سنسور انبوت، طبعا عندهم حساسيه زايده لللمس، ممكن بيبقى الاصوات الجامده دي بتبقى صعبه بالنسبه له، اضطر يحط ايده على ودانه عشان خاطر يتجنب الاصوات جامدة، او خاطر اي مجرد ما يحصل تاتشنج بيحصل له اوفر رياكشن، او ان يكون عنده هايبر رياكتيفيتي للسنسور ستيمولاي، يعني بتلاقيه مش حاسس باي حاجات مؤثرات حواليه، ممكن يقطع في نفسه او ممكن الجو البارد ما كله ده ما يحسش بيه. ريستكتيف ادابتيف باترن، نمطيه في السلوك. Associated feature غالبا بيبقى معاهم intellectual and language impairment. Unknown medical or genetic condition, environmental factor or other neurodevelopmental or mental or behavioral disorder. The children with autism spectrum disorder vary in their verbal ability. Language level, an individual with SD without accompanying language impairment may speak in full sentence or have fluent speech. يعني بعض، مش كل الناس الاوتيزم ما بيتكلموش، بعضهم بيتكلم بس بيتكلم بلغه مبطوره شويه، واحيانا طبعا قليل قوي يبقى بيتكلم بفلوينت سبيتش. اللانجوج كان رينج فروم نون فيربال سبيتش تو سنجل وورد، ممكن تبقى عباره عن تكرار لحاجات رزم معين اللي هي الايكولاليا او البلاليا، يعني بيكرر الاون وورد بتاعته اللي هو صدى الصوت، او بيكرر الاصوات الاخرين اللي او بيسمعها، يبقى بلاليا اون وورد، او ايكولاليا بيكرر الاصوات اللي بيسمعها من الاخرين. intellectual functioning it can vary from intellectual impairment to superior intellectual. طبعا في بعضهم بيبقى جينيوس ويبقى عبقري، لدرجة ان بعض الاطفال شفناهم فعلا بيقول له انت مثلا قول لي ايه اجزاء القران او سور القران بالترتيب، روح جايبهم لك. اطفال احنا بنشوفهم فعلا متابعين في عياداتنا، يجيب لك سور القران بالترتيب كذا كذا وراها كذا وراها كذا وراها كذا. في بعض الاطفال لدرجة ان هم، في طفلة كان بقول لها يعني بنقول لها مثلا عيد الفطر اللي فات كان يوم ايه؟ تقول لك يوم الاحد كذا فبراير، يوم الثلاث كان وهكذا، مش عارف ايه كان يوم ايه، فتروح تجيب لك اكني بتتكلم على ايه؟ جوجل ولا كمبيوتر، وتقول له ويطلع لك وتطلع كلام مظبوط جدا. فكده حضراتكم بتشوفوا حاجات او فيديوهات كتير بالشكل ده، فيبقى احيانا بيبقى عندهم العبقريه ايه؟ زايده جدا، او عندهم فيري فيري جينيوس يعني. لكن 70% طبعا عندهم انتلكشوال امبيرمنت. الموتور ديفيسيت اود جيت كلامتنس او ديسبراكسيا اند اذر ابنورمال موتور ساين ووكينج اون تيب 2، احيانا تلاقي فيه حاجات زي كده موجوده عنده. ستيريوتيبك موفمنت اللي هو النمطيه في السلوك، اللي هو بيرفرف والهاند فلابنج وهيد نودنج والهيد بانجنج والحاجات دي كلها. سيلف انجري، طبعا عندهم استعداد يقطعوا، يعني ممكن يعوروا نفسهم، يعني يقعد تلاقيه بيقعد في ايده وتلاقي ايده فعلا متعوره في اثار الايه؟ الاصابات، بيعور او ممكن يعور حتى اي حد بيتعامل، ممكن يعور او يعض او
يعملوا انجري للاذرز، يبقى سيلف انجري، هيد بانجنج، بايتنج. الابيليبسي كومون كوموربيتي ان اني تايب اوف سيجر مي بي اوبزيرفد ان اوتيزم سبيكترم ديس اوردر. ابيليبسي از اسوشيتد ويز جريتر انتلكشوال ديسابيليتي اند لور فيربال ابيليتي. طبعا كل ما يكون في اسوشيشن مع الابيليبسي يبقى في انكريز في البيردن بتاع انتلكشوال فانكشن ديس فانكشن واللور فيربال ابيليتي. طبعا في بعض الانواع، في بعض السندرومات بيبقى اسوشيت مع البيكتيك جين مثلا، بي كي بي كي سي كي دي جين اسوشيتد مع اوتيزم ابيليبسي انتلكشوال. ده كتير من الحاجات دي او السندرومات وميوتيشن. الانكزايتي احيانا تبقى اسوشيتد مع الاوتيزم، انكزايتي مود ديس اوردر وهايبر اكتيفيتي اند ان اتنشن اوكيرنج ان ياس ويز اس تي دي. لانجويج سوشيال اور ميكسد باترن اوف ريجريشن مي اوكير ان ذا فيرست 1 تو 2 يير. In some, a diagnosed Landau-Kleffner is identified. Landau-Kleffner هي دي epileptic syndrome وهي intractable epileptic syndrome، بس فيها characteristic ليها word regression أو speech regression. الأول طيب بتبتدي يحصل له regression شبه الأوتيزم بالظبط، بس بعد كده بتبتدي يظهر بقى عنده الإيه؟ الأوتيستيك manifest، يظهر عنده الإبليبتيك manifestation، يبتدي يحصل له fist actual fist. فدي characteristic Landau-Kleffner أو continuous status during sleep. الحاجات دي بتشخص ازاي انك تعمل اي جي وطول او ديورنج سليب وتلاقي فيه اكتيف ابليبتيك ديتشارج. طبعا الريسيدنس بتاعه قد ايه؟ بيقول ان هو 11.3 لكل 1000. في قبل كده 7 من 10 لكل 10000، يعني بيبقى فاريبل. الميل طبعا اكتر، هي ميلي افكت الميل اكتر من 4 لـ 1، بس لو كانت في ميل اوتيزم بتبقى سيفيرلي افكتد. ايه بقى الريسك فاكتور؟ اكتر حاجه جينيتك اند فاميليال فاكتور. ذير از ا هاي ريكرنت ريسك فور 2% في الامانج سيبلينج، هاير كونكوردنت ريت من 70 او 37% في التوينز ستاديز. مالتيبل جين ار انفولفد في الاوتيزم with studies supporting the role of both common، اكثر من 5% من general population and rare genetic variation contributing to the disorder. ACD associated with multiple abnormality of mitochondrial DNA. دي study عن the genetic landscape of autism spectrum disorder. وبتقول ان في distinguish feature between essential autism and complex syndromic autism. في حاجه اسمها essential autism ما معهوش ديسمورفيك فيتشر او سندروميك او كومبلكس اوتيزم. مايت بي كونسيدرد ذا ستارتنج بوينت اوف ذا سيستماتيك ابروتش. النون سندروميك اند بوسيبل تريتابل فورم اوف اوتيزم سنجل جين ديس اوردر زي الفينكتينيوريا مع الادرينال ساكسينيت لايز مع الميتوكوندريال ديس اوردر مع الكرياتين ديفيشنسي. اوتيزم اشيتد مع ريكوجنايزابل باترن اوف مال فورميشن كوز باي سنجل جين زي الفراجايل اكس زي الريد ديس اوردر الام اي سي بي 2 ده بتاع الريد. لو لقينا في ميل صعب قوي فيري فيري سيفير اوتيزم عندها الهاند واشنج ماشين والحاجات دي والريجريشن ده كاركترستيك للريد ديس اوردر. التي سي طبعا معروف من كومن كوزز اوف اوتيزم، بتلاقي الاوتيزم طبعا معاه الهايبو بيجمنتد او هايبو مالينيتك باتش والشاجرين باتش وباقي الحاجات الكالسيفيكيشن والانجيوليبوم والانجيوليبوم وكل الحاجات بتاعه الايه البيتن ريليتد ده ديس اوردر بيبقى معاه اوتيزم برضو. البيتن جين او ديتن ديس اوردر بيبقى فيهم ماكروكيفالي وفيهم اوتيستيك ريجريشن. فيلين ماكديرميد برضو والدوشين طبعا احيانا الدوشين برضو يجي برزنتيشن غريب نيجي اوتيستيك مانيفيستيشن الدوشين ماسكولار ديستروفي. فيلين ماكديرميد ديك سندروم معاها اس تي دي. فيلم ماكديرم از كوزد باي كونتيجوس جين ديليشن اوف ذا 22 كيو ريجون شانكس ريجين وذين ذات ريجون از ريبورتد تو بي ميوتيتد اند كوز اوف اباوت 1 to 5% اوف ذم. عشان كده احنا في الاوتيزم لما بنعمل هولوكزوم سيكونس فعلا بيطلع لنا ايه انواع كتيره من الجينات او السندرومات اللي هي اسوشيتد وذ اوتيزم. كوبي نمبر فاريانت لاندسكيب في بعض الحاجات 16 ديليشن و 16.1 انواع كتير من الديليشن
والمايكرو ديليشن والتنيشن. الرول برضو اوف ماسفر جين ده برضو حد استطاضي عن ماسفر جين والدور بتاعه الماسفر الفولينك اسيد في ديفيشنتي في الاوتيزم. There is a significant association between autism and MASFR gene polymorphism C677T و1298T, but it is to conduct further study طبعا عشان confirm الكلام ده. نكتب كلام عن MASFR gene ودوره في الاوتيزم فعلا. الاوتيزم فيه neurological factor, high rate of seizure disorder suggest any for rule of neurologic factor في الاوتيزم spectrum disorder. A number of different areas of the brain affected suggest a diverse and widely distributed state of affected neural system. Structure MRI reveal overall increase. طبعا لقيوا في الأشعة الـ MRI لما بيعملوا MRI لعيال الأوتيزم ما فيش حاجة واضحة إلا إن السايز بتاعها زايد. Increase في البرين سايز. Diffusion tensor imaging بيلاقي فيه aberration في الوايت ماتر تراكت. Tractology. Environmental factor كرول في الأوتيزم. In the early, في first trimester of pregnancy that have been linked to autism, زي ستريدوميد كأنتي ليبروتيك دراج, الميزوبريستول أو الريبولا انفكشن أو الفالبوريك أسيد, كل دي تراتوجين. الفوليت سبلمنتيشن بتقلل الريسك بتاع الأوتيزم. There has been considerable about vaccine في البوستنيتال انفيرومنتال كوز زي الميزلز. كان بيتهم الميزلز والمامت والروبيلا فاكسين از ا كوز او سايو مرزال بريزرفاتيف ككوزاتيف فاكتور اول, بس الداتا مش كونفيرم الكلام ده. نيورو باثولوجيكال فاكتور ان الهيد سيركمفرنس بيبقى زايد في الاوتيزم. ابنورمال رابيد انكريز في الهيد سيركمفرنس كيس في البرين فوليوم زي ما قلنا. نخش بالاخر حاجه بقى ستيرفي تولكا. ستيرفي تولكا ده حاجه كده نيو كومبايند ميديكيشن. ستيرفي تولكا في انواع, في طبعا كذا فورم منه كذا كبسول او اورال سوليوشن او ايه اميد. ستيرفي تولكا ده او ايه علاقته بالكلام. بلانت فورم عباره عن اوميجا 3 وسيتوكولين وجينكو بيلوبا. طيب ستيرفي تولكا ده اوبتيمال فورملا في الاوميجا 3 فيها حوالي 250 مللي, فيها سيتوكولين 100 مللي وفيها جينكو بيلوبا 10 مللي. طيب الاوميجا 3, طب ايه انواع الاوميجا 3؟ ذا 3 تايبس اوميجا 3 فاتي اسيد انفولفد في الهيومن فيسيولوجي, الفا لينوريك اسيد, ايكو سابنتونويك اسيد, والديكتا وده اهم واحد فيهم ولا دي اتش ايه دوكا هيكسا نويك اسيد. بوست كومنلي فاوند في الفيش اويل. طبعا دي اتش ايه ده از وان اوف ذا مين كومبوننت اوف اوميجا 3 اسينشال فاتي اسيد اند ميك اب 60% اوف فات في البرين. الموست امبورتنت طبعا ده فايتال للبرين ديفلوبمنت وفانكشن في تشايلدود از ويل از برين فانكشن في الادلت. امبورتنت ستراكشر كومبوننت اوف ذا سكين اند ريتنا ان اي ايرلي لايف. الده ده دي اتش ايه ده ديفيشنسي معاه بروبلم ليتر اون زي ليرنينج ديسابيلتي اي دي اتش دي اند اجريسيف ديسابيلتي. الاوميجا 3 فانكشن برضه ليها ميجور كومبوننت نيورونال ميمبرين لونج تشين بولي اسيد فاتي اسيد بيزيكالي ستراكشر كونسيستنت اوف ميمبرين في السنتر نيرفس سيستم. بليز نقول بسرعه سيتوكولين. سيتوكولين ده ايه ده؟ عباره عن برين كيميكال ذات اوكير ناتشرالي في البادي ات از دايتري سبلمنت في اليوستيه. سيتوكولين ده سينسايزد فارماسيوتيكالي ايدنتيكالي اندوجينس مونو نيوكليوتايد تي بي دي كولين نيسيسري كومبوننت اوف ذا سيل ميمبرين ويتش از ميجر كومبوننت اوف اول نيورون. سيتوكولين بيتحول الى فوسفاتيدايل كولين او اسيتايل كولين. اسيتايل كولين احنا عارفين كله نيورو ترانسميتر. فوسفاتيدايل كولين ده برايمري كومبوننت اوف ذا نيورال ميمبرين. هي خلاص طبعا ده انترميديتلي بيوسيتيك باثوي ده ستراكشر فوسفوليبيد اوف سيلولار ميمبرين. ده امبروف الفانكشن اوف نيورونال ميمبرين. دايركت ريبير اوف نيورونال ميمبرين. ديكيز في فاتي اسيد اكوموليشن. طبعا ديكيز بلاد فلو والاكسجين كونسامشن في البرين. طبعا سايد افكت
include individual notifications. Citicoline, a very rare side effect, very rare. Citicoline is possibly safe when taken by mouse short term, up to 90 days. Citicoline present as excellent safety profile, good to love it, and almost no determinant drug interaction. Citicoline. في اخر حاجه جينكو بلوبا طبعا، ودول ثلاثه مع بعض موجودين في نفس الايه، في نفس الكومباوند كده. خلصنا سيرفيتولكا، اوميجا 3 وستيكولين وجينكو بلوبا. عشان الناس طبعا تعبت، فهي شكرا جزيلا.